كم سمون تابطال في نضاق الصيد الرياضي تحطون صونات تقينا في زمارتي مقرنة ذي قرنة تحسيس التوعية خد التواصل الاجتماعي نيقع مواقع التواصل الاجتماعي وتوغى النتائج تصبحانين زيادة من يتقنى في زمار ذي قرنة حطون الكائنات البحرية من أكثر أثنفر ذي ربورتجا ونيتين ساحل تنديد نفلي دقة إيوس سنزي جبل طارق تسنغاس تصن الكائنات البحرية زي المحيط أر المتوسط زي الهدف من التكاثر من الكائنات ثانيتين التفدي وريد النس أتصن الشبكي زيادة خزجتنا البترول وحتى النفايات البلاستيكية ومن أي تريج الخطر خطوذة النس النموذج تعيش نوسرم زي الفصيلة ندى لافيل يفغن غرب هار حما أذيمث خساحل أنثنين الفنيدق وخاثم سمونين أبطال الفنيدق نصيد الرياضي تقاتي زمرنس حما تسنجم مشاري الأسف والزمرشة جيت في الصباح لقيت هذا الحوتة على حال بحار وكنت كنت تصل بالجمعية خشلتي أوانيتين مشتورم وفي غيج مسرم زي الفصيلان دلافيل تصلغ زي الجمعية ونهني تصلن زي المسؤولين إغاصن العلاقة إك الموضوع أوانيتين نقاتي زمار حيمان سنجم أسر موانيتين أما شوان زمار اليوم رصدنا واحد الكائن من أنواع الدلافين مش تورم ذنيتين يفغدي جنو سرم تزي أكلوسين الدلافيل غرب حار يمكن نانيني بأن الوفاة نس إما السبب شني جن يخس أذينه ونيغ السبب أماني يجي يفدي الشبكة نيغ السبب ويسلتيتي من التلوث نرب حار بحكم الموقع الاستراتيجي لهذا البحر هذا اللي جا قريب من مضيق جبل طارق أمشنا من يودس إيجاب الطارق تسند التصن الكائنات البحرية سلهدف من التكاثر مش التفن ذي وبرد سنة التصن العراقل تمتان ذانيتين هام بينها الشباك الهائمة المخلفات النفطية وأحيانا للأسف القتل العمد من طرف مجهولين أمقرن ثمس منت أبطال في نضقن الصيد الرياضي سودين ومانا تحطون ثونات يمسوض إيك المعهد أنامور للصيد البحري حمة إخبار سلحالة ثانيتين وحمة سنونا السبب من الوفاة نس جمعية أبطال في نضق دائما أثناء نفق كائن بحري كتقوم باتصال بمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري مشي الاعضاء الجمعيه نغ ربدا تيرين دانيتين الساحل الفنيدق نهارا يجن الزينغ يوفى اسر موانيتين مجد عمير تزيل كلاسين التلافيل يتصل زي المكتب للجمعية ونشين سيخ النغ نتصل حتى زي المسؤولين النظام حما ذكر اللازم نشين نقاتي زمان نغا حما ثم السنجم مشاون زمارشا اللي حتى هي عندها دور كبير في النفوق هذه الكائنات البحريه منا تحسيس يعني الامدار السنه شريحه كبيره من الناس من بينها التلاميذ ديال المدارس نخدم خصوص يكمل ذي تحسيس ذي التوعيه بالخصوص ذي الوقت كورونا نروح سكويلات ونلقى التحسيس يغطس اني بحريا نسال هدف نحطو نربحار تحطونا الكائنات البحريه النفوق بزاف ديال الاحياء المائيه اللي كتظن بان راها طعم بانها راها طعم ديالها وكتاكلها ومن بعد كتنفق تمسموت ابطال الفنيدق خدمن دي وسكواسيك مرخ التحسيس هذا التوعيه سل هدف نحطو طونات يربحو راض وسل اهميه نس خطو ذات بنادم وحتى خطو ذاتنا الكائنات تدرنا ذي ومانا اعضاء ديال جمعيه ابطال الفنيدق الرياضيه تحت المحمية البيئه كيتواجدوا على طول الساحل كيمارسوا الهوايه ديالهم الجمعيه نغ خمي تفندي سرمان غرب حار حما ذمثن نيوتوسس نفوق الكائنات البحريه متصل سي المعهد انامور للصيد البحري حما السنن الحالات ثانيتين الحاله هذه العضو ديال الجمعيه حاول ما امكن يقوم بالانقاذ ديالها ولكن في الاخير نفقت هذا الكائن البحري ذي وقتنا الجائحة كورونا ثمس مونت أبطال في نطاق صيغة النشاط نس من يخدم خرب عاضاني سنفرن مواقع التواصل الاجتماعي وزيت الفيديوهات سبيان الضرر أمقران تشمامين خميتن الطاضي ثماث نيغذي ربحوراث الخطر نسن خثونات أثناء الجائحة جمعية أبطال في نطاق قامت بعدة المشاريع اللي هي تصميم
منشورات توعويه ونشريها على مواقع التواصل الاجتماعي. نشين ذي قر الجائحة كورونا ثمس مونت النقص بد خطصني سنفرنا زي سنة ثم قاشن بعضنا المنشورات تهم تحسيس ذي التوعية خلال مواقع التواصل الاجتماعي منصبيين الخطر انتش ممين خمين الطريقين ذي البحر نيغا ذي ثماث. كذلك هذه الكمامة البحرية ظهرت بكثرة وتم تصوير ديالها في قاع البحر. وكذلك الجمعيه في هذه الفتره ديال جائحه كورونا يعني اشتغلت على موقع اللي اسمه موقع البيئه البحريه بالمغرب للتوعيه اضرار رمي النفايات البلاستيكيه في البيئه البحريه. يتغيما أراغين أعضاء ثامس منت أبطال فنيدق الصيد الرياضي حطون طونات انت ثماني ذي في زمرنا المسؤولين يتهم نحطون طونات وزيسن طونات نربحوا رعثة نغمي توسن سلبي البحرية. نداء ديالي جميع المسؤولين القائمين على قطاع الصيد البحري ولا الأنشطة المائية عامة الراغينو المسؤولين دارنين ذي تزمر نسنة حما ذحمان ربحورات وذحمان الكائنات البحرية وبالخصوص الكائنات التيري مهددة الانقراض المائية خاصة منها المهددة بالانقراض كالدلافين والسلاحف والحيتان الكبيرة.